ضيوف مدينة تطوان عاصمة الفن والثقافة. Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a la 29ª edición del Festival Internacional de Cine Mediterráneo. أيها الحضور الكريم، قرابة ثلاثة عقود من الفرجة السينمائية الهادفة، من الحلم، من الإبداع، ومن تبادل التجارب والخبرات بين سينمائي البحر الأبيض المتوسط. اليوم يتجدد اللقاء، دورة متميزة بتفاصيلها وحكاياتها التي نسج خيوطها فريق متكامل من تطوان لم يخفض شغفهم بالسينما منذ عقد أول دورة. أحمد حسني. بسلام والتحية السينما والأفلام، شكرا. والإبداعية والأكاديمية والجمعوية والمصالح المواكبة وباقي الفعاليات الأخرى. وفاء أيضا عن الحاجة، بل فعلا أساسيا في تربية الأذواق والجمال، ويلعب دورا محوريا في نشر القيم. الوغ هذا الفيستيفال بالنسبه ليا فيستيفال امي كان جيلي شحال هذه خدمت في اولوبيو برا ياسمين واحد في الاسباني كنت من اللجنه ديال التحكيم نومو كان جيلي باسكو هاد الاصدقاء ديالي في لي زانفيتي والافلام جودة عالية دونك اللي كنقدر نجي لهذا المهرجان كان جيلي وكنت مقع الشمال وصل لنادي الشمال دوينة بحال بحال لا دوينتي المهم انا دائما كنت سعيده انني نجي للمهرجانات المغربيه لان حضورنا دائما تيكون دعم لمهرجاناتنا ومهرجان تطوان مهرجان عنده واحد الخصوصيه لان تيبقى دائما مهرجان البحر الابيض المتوسط كنتعرفوا على السينما البحر الابيض المتوسط فين وصلت هذه السينما تطورها الاداء للاخراج للتقنيات للانتاج السينما عندها يعني دائما تيبقى تطوان عنده ذاك الحميميه ذاك الخصوصيه وكنكونوا سعداء اننا نلتقيوا انا تلقيت مع بديعه انت كدوي مزيان كدوي مزيان باللغه العربيه نهضر معكم انايا المهم هادشي اللي قالت لكم كامل دابا حتى انا تنقول وشكرا لا لا جد مسروره كذلك بتواجدي في مهرجان سينما البحر الابيض المتوسط بيان سور هاد الناس الدورة 29 وهذه الدورة يعني ملي كنقولوا 29 هذا دليل على أن المهرجان له باع طويل في السينما وفي اختيار الأفلام الجيدة في العالم كامل وهذا العام عندنا واحد احنا محظوظين جدا بتواجد إيليا سليمان المخرج العربي الفلسطيني الكبير هو رئيس مهرجان هو رئيس لجنة تحكيم الفيلم الطويل وغادي يكون مناسبة إن شاء الله باش نتعرفوا على السينما الفلسطينية والجديد ديالها والقضية كذلك نتكلم عن القضية ونعرف نتمنوا لهم الفرج القريب ان شاء الله اكيد يا رب نتمنوا تطوان مزيونه تطوان غزاله غزاله وناسها وناسها ناسها تبارك الله عليهم ناس الكرام وانا جبليه يعني انا اصلا ملي كنجي هنا انا كنحس براسي انا جبليه انا بنت صناجه ما تعرفش انت صناجه الشمس لا بجد حنا صناجه الشمس ولكن دابا شديتي الميكرو شديتي الميكرو ما عرفتيش طلقتي سمحي لي خلينا نختم خلينا نختم انت الاولى خلينا نختم تفضلي اذا نتلاقاو في مهرجان تطوان نتلاقاو في الافلام نتلاقاو في مناقشه الافلام وكنتمنى الفوز الافلام نكون شويه افلام مغربيه لا الافلام المغربيه كذلك علاش لا افلام مغربيه افلام مغربيه غادي زعما كثير من التحيز لا ماشي بكثير من التحيز السينما المغربيه تعرف تطور جميل احنا شفناه في المهرجانات السنوات الاخيره يعني غادي نتطور مزيان وتبارك الله وهادشي كله راه ربح لينا كاملين كفنانين يلا شكرا
Thank you.